عمل ولا دراسة؟ إذا سألتكم سؤال شو الخيار الأنسب للمهاجر بالسويد، العمل ولا الدراسة؟ شو رح يكون أول جواب بيخطر على بالكم؟ بالحقيقة ولأعطيكم من الآخر، ما في حدا عنده جواب مثالي أو موحد على هذا السؤال، لأنه كل شخص في له ظروف وقدرات وفرص خاصة فيه بتحكم خياراته. بس هاد ما بيمنعنا أنه نحاول نستكشف شوية عوامل وتحديات بتواجهنا كلنا، بس هالمرة رح نستكشفها عن طريق قصة مهاجر حقيقي عايش بالسويد. خليكن معنا بأكتر مصدركن للمعلومات الموثوقة بالسويد، لنحاول نحن وياكن نوصل لجواب عن هذا السؤال. أكتر، منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد. بطل قصتنا اليوم مهاجر من أصل سوري فلسطيني اسمه أحمد عرفات، وصل على السويد بسنة 2015. أحمد كان دارس هندسة مدنية ومعه شهادة فيها من دمشق وعمان، ولهيك كان طبيعي بالنسبة له يحاول يعدل شهادته ويكمل دراسته بالسويد. بس أولى المشاكل اللي واجهته أنه حصل على إقامة مؤقتة بدل دائمة، وهذا الشيء حطه بحالة إرباك، خاصة أنه كل اللي حواليه نصحوه بأنه لازم يشيل فكرة الدراسة من باله ويلاقي شغل مشان إقامته تصير دائمة. بالحقيقة النصايح اللي كان عم يسمعها أحمد ما لها نصايح حدا عم يحاول يحبطه أو ناس ما بتعرف كيف بتمشي الأمور بالسويد، لأنه حتى في ناس من مصلحة الهجرة قالت له أنه هذا الطريق الصح، ولو أنه قرر يمشي بهالاتجاه ما كان حدا رح يلومه. بس أحمد عرفات قرر أنه يغامر وما يسمع النصيحة مشان يحقق أحلامه، وفعلا بلش يدرس لغة إنجليزية بطريقة أكاديمية تسمح له يعمل ماستر، وقدر ينجح، وببداية عام 2022 حصل على الإقامة الدائمة بالسويد وقدم ليحصل على الجنسية. بس قصة أحمد ما خلصت هون، وفيها شغلات تانية رح يفيدنا نسمعها، يمكن أبرزها طريق أحمد لدخول سوق العمل بالسويد قبل وبعد ما خلص الماستر. أحمد خبرنا أنه أثناء دراسة الماستر كان معظم زملائه السويديين بالبرنامج مبلشين شغل بالفعل، وهذا لأنه علاقاتهم وعلاقات أهليهم من جهة ساعدتهم، ومن جهة تانية أنهم ما عندهم مشاكل باللغة المستخدمة بقطاع البناء. بينما كان على بطل قصتنا ينطر عدة أشهر بعد انتهاء الماستر ليقدر يلاقي شغل. ولما سألناه كيف تخطى عقبات عدم إتقانه للغة السويدية الخاصة بالمجال وعدم وجود معارف يساعدوه، كان جوابه بسيط: لازم كل واحد فينا يكون عنده ميزات ومهارات تانية تخلي الشركات السويدية تتنازل شوي عن ميزات اللغة والمعارف. والميزات كانت بحالته موضوع الماستر نادر شوي، والكورسات الجانبية اللي قدر يعملها أثناء وبعد الماستر. وطبعاً ما أنكر أحمد أنه في شوية حظ حالفه، لأنه مدير شغله كان صبور عليه ومتعاون معه، والأهم ترك له الحرية ليبتكر حلول جديدة ما كانت معروفة بالسويد من قبل. وفوق هيك ما وقف بطلنا عند أول ماستر، وقدر بعد ما لقى شغل يستفاد من فرص الدراسة عن بعد بالجامعات بسبب كورونا، وسجل وحصل على ماستر تاني بهديك الفترة. بالوقت الحالي قرر أحمد عرفات يترك المجال الإنشائي ولقى شغل تاني بالمجال الهندسي بشركة مرموقة بالسويد، وعايش مبسوط وعنده طموح ينتقل لشركة أكبر ويستلم فريق بحث وتطوير خاص فيه. وحتى وقت سألناه عن سبب عدم متابعته دراسته ليصير دكتور بالجامعة، كان جوابه عملي ومنطقي، بأنه من ناحية الأجور اللي بيقبضها بشغله أعلى بكتير، ومن ناحية ممكن يوصل لأقسام بحثية بالشركات تمويلها أعلى من أقسام الجامعة بكتير. طيب، قصة أحمد قصة حلوة كتير، وهو شخص ناجح ومنتمنى له التوفيق. بس يا ترى قدرنا من خلاله نجاوب على سؤال إذا الأفضل للمهاجر يدرس أو يشتغل بالسويد؟ خلينا نقول أنه وصلنا لجواب معين مفيد، هو أنه الإنسان لازم يراهن على أحلامه ومقدراته وما يختار الطريق السهل، سواء كان هذا الحكي بيضمن دراسة أو تدريب أو شغل أو فتح شغل خاص. حتى أحمد وقت سألناه ليش ما أخذ الطريق الآمن واشتغل قبل وبعدين رجع وكفى دراسته، قال إنه بهداك الوقت كانت مشاغله أقل وهمته أعلى، فقدر يضغط وقته ويبذل جهود مضاعفة ليحقق هدفه. بينما هلأ هو صار عنده شغل وعائلته كبرت وبيحتاجوا منه وقت واهتمام، ما بيلاقي معه الفرصة ليكرس نفسه للدراسة مثل قبل. ولهيك لو أجل بوقتها يلحق حلمه لتغيرت الظروف والأوضاع، ويمكن ما حكينا عن قصته كإنسان ناجح بالسويد. يمكن ما نقدر نجاوب عن حالة كل إنسان فينا، بس بالتأكيد نقدر نقول إنه السويد دولة منيحة للي حابب يدرس، ودولة كمان منيحة للي حابب يحقق أحلامه بالشغل والتدريب. لهيك رح نختم بنصيحة أحمد عرفات اللي حكاها لكم مخصوص مشاهدين أكثر. لما جينا على السويد توقعنا الحياة أسهل، والواقع أثبت إلنا أنه السويد ما لجنة لا إلنا ولا للسويديين، رغم أنها يمكن الحياة أسهل عليهم، بس أوعكم تخلوا الصعوبات توقف بينكم وبين النجاح،
إنه الحياة بدها مثابرة، سواء بالدراسة أو بأي مجال بتلاقوا نفسكم فيه. بالنهاية بتمنى نكون وصلنا لقلوبكم وعقولكم، ولحتى تشوفوا فيديوهات ومعلومات مفيدة لكم لازم تزورونا بموقعنا اكتر.se. باي باي.